معصرش فيك دمع الهوى لما بكى ولا يوم عينيك حسيت بقلبي اللي اشتكى معصرش فيك دمع الهوى لما بكى ولا يوم عينيك حسيت بقلبي اللي اشتكى يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب ملكش في الطير مساء الخير مساء النور تأخرت ليه يا علي؟ أبداً اجتماعات ولقاءات أنت أخبارك إيه؟ يا علي بقالك كتير قوي ما سألتنيش أخباري إيه؟ أبداً يا سيدي النهاردة كل ما قابل حد يطلبوا مني خدمات وطلبات وتوصيات منك يعني عندك مثلاً شعبان عنده بروز بروز؟ آه بروز وعايزك تكلم له بتوع الحي ده غير كوكي عايزك تكلم وزير الداخلية علشان ينقل جوزها وكمان مغاوري عايزك تكلم الناس بتوع عمارة 36 عشان عايز يعين ابن أخته بواب عمارة هناك مفيش بقى غير شريف ومراتاته هما اللي ما طلبوش أي حاجة منك إنجي أنا عايزك تقدري حساسية موقفي أنا مش عايزك تختلطي بالجيران خالص خصوصا شريف واستحليتي مراتاته شمعنا دول بالذات؟ دول الوحيدين اللي ما طلبوش منك أي حاجة طلبوا مني أنا طلبوا يستلفوا الطقم الصيني ما هو عشان كده قصدي هما بيبدأوا كده النهاردة طقم صيني بكرة يطلبوا واسطة كبيرة وكلهم كلاب أنا عارفهم كويس هما دول اللي هيخربوا البلد أرجوك يا إنجي قدري وضعي وقطعي علاقتك بالناس دول تماما إيه يا علي الأفوارة دي؟ دول جيراننا من زمان وكل الحكايه ان هم عشمانين فينا شويه طب وكاميليا هتقولي اقطع علاقتي بيها هي كمان علاقتك هتتقطع بيها طبيعي لما تسيبي الشغل ايه اسيب الشغل تجننت يا علي انت عارف كويس قوي الشغل بالنسبه لي ايه انت اكيد بتهزر انت اللي بتهزر يا هانم ومش عارفه خطوره وضعي يا دي وضعي في ايه مال وضعك يا علي بتمشي على ايديك ولا متشعلق من الحيط انا زهقت يا هانم اعدائي واعداء الوطن متربصين لي في كل حته ده انا قلقان من سوري ابني اصلا وانا مش هسمح لهم يوصلوا لي من خلالك ويأذوني ويأذوكي يا عم اعداء ارحمني انت حيلا مستشار اعلامي امال لو كنت مستشار الزند المستشار الاعلامي ده يا هانم شايل روحه على كفه البلد في حاله حرب وانا مستهدف من الجزيره ومكملين وقناه الشرق لا يا راجل انا يوميا بتجيلي تهديدات بالقتل وبخطفك انت والولاد لا من هنا ورايح مفيش نزول نعم يعني ايه مفيش نزول يا علي انت عارف كويس قوي ان انا اعلاميه ومهنتي كلها مخاطر وانت متجوزني وعارف كده كويس ايه اللي جد اللي جد ان وضعي اختي مال وضعك يا علي وضعي اختلف وانا مش هسمح ان مراتي تفضل في الاعلام وانت عارفه ان الاعلاميين معرضين للشتيمه طب ما انت كمان معرض للشتيمة أنا ممكن أتشتم أنا نفسي أتشتم أنا مش أقل من الأستاذ أحمد موسى والأستاذ مصطفى بكري لا مصطفى بكري صعب أنا أقل منه ما أقدرش أجيبه بس برضه مش هسمح إن مراتي تتشتم أنا ما حدش بيشتمني يا علي وما حدش يقدر يشتمني المستشار مرتضى منصور ما بيسيبش حد هي كلمة واحدة مفيش شغل يعني مفيش شغل ماشي يا سيادة المستشار ماشي مستشار الإعلامي يعني ده جوزي اللي لسه داخل مش قصدي حد تاني ها ده حبيبي
يا صباح الفل يا علي بيه يا علي بيه يا علي بيه. تاخد الورقة دي وتطلع الطلبات اللي فيها للهانم فوق. ايه ده؟ هي المدام مش هتاخد الحاجة دي وهي راجعة زي كل مرة؟ مش شغلك. صح تمام فندم. تحضر الطلبات وتطلعها وبس، وتحاسبها بالتسعيرة لو اديك في 60 داهية. تمام يا علي بيه، تمام يا علي بيه 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 يا علي بيه. صحيح الكراسي بتخلي الاحتياطي اساسي 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 اساسي. يا حبيبتي انجي ما تعمليش في نفسك كده. الله، انت عارفه الفستان الجديد له شده. لا لا، الغربال يا حبيبتي اللي له شده. ايوه الفستان زي الغربال بالظبط. شوفي الفستان لما تلبسيه اول مره يبقى ضيق، بعد كده يريح. اه هو كده زي الغربال، وكمان ماسك الوش، تحطيه على وشك الاول يبقى ضيق وبعدين يروح واسع. معقوله يعني يا جوجو انا جايلك في المشكله والمصيبه اللي انا فيها تكلميني في الكوزماتكس والماسكات اللي بتفك والفساتين اللي بتضرب؟ حرام عليكي انجي يا حبيبتي، ما برضو الراجل معاه حق. يعني هو قصده ان عايز كل حاجه سيف. انت امشي في الشارع تلاقي عمود جنبي قنبله، عمود قطع فين السيف؟ بس احنا بقينا احسن دلوقتي، كل قنبله هي اللي جنبها عمود كده السيف. جرى ايه يا سموره؟ انت عايز تقنعني بايه دلوقتي؟ ان انا المفروض اقعد في بيتنا وان انا خاف؟ مش فاهمه. وبعدين احنا من امتى شعب بيخاف من القنابل؟ ده احنا اول ما بنشوف قنبله بنتلم حواليها ولا كاننا شفنا محمد رمضان. ليه انا لقيت ساعات اتنين ملمومين على محمد لطفي؟ ولا موضوع الخط؟ موضوع الخط بقى يا انجي انتشر بشكل فظيع فظيع جدا. انا واحده صاحبتي خطفوها، ضيعوا عليها بقى جلسه البوتوكس. بوتوكس؟ تاني كوزماتكس يا رجاء؟ يا رجاء حرام عليكي، انت كمان عايزه تخوفيني وتقنعيني ان انا اقعد في البيت؟ لا بقى، انا انجي احمد مش هسيب برنامجي ولا مشاهديني ولا جماهيري علشان اقعد في البيت. لعلمك بقى انا اللي فارسني ومضايقني ان علي مش بيناقشني علشان يقنعني بالراحه، لا ده بيفرض عليا رايه، عايز يقهرني وخلاص. لا يا حبيبتي لا، ما تاخديهاش بالصوره دي، مش عايز يقهرك ولا حاجه. علي بيحبك وبيغير عليك. مين ده؟ علي. علي جوزي بيحبني؟ النبي انت قلبك ابيض. بقولك ايه، هو مش فارق معايا غير شغله الجديد ومنصبه بس، كل شويه يقول لي برستيجي وضعي ما وضعي. لا 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 لا، وعلي في زي علي واوضاعه، ده علي اوضاع يا لهوي الا الوضع. بس اوضاع علي خلاص انتهت من زمان، صدت. بصي يا انجي حبيبتي انا عايزاكي تهدي اللعب شويه. اه بصي انت مالكيش بركه الا هو، من فضلك دلعي. ده دي احنا كلنا مالناش بركه غير علي. علي مين؟ علي. علي طيب؟ جوزي الطيب؟ اشمعنى؟ بصي فاكره الشيفه فاضل كانت بتقول دور 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 لف الدنيا بحالها؟ اه فاكراها، حبها قوي. اه مش هتلاقي زي علي، مش هتلاقي زي علي ابدا ابدا. شوفي احنا بنحبه قوي قوي، علي ده ما فيش زيه ابدا، بنحبه كده من قلبنا. اوعي تفتكري يعني ان احنا بنحبه عشان مصلحه، لا ولا عشان مركزه الجديد، ولا عشان هيساعدنا يعني في تراخيص البيوتي سنتر بتاعنا. لا 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 لا، والله ابدا، وربنا شاهد، بنحبه من قلبنا لله لله. انا علي شخصيا بعتبره ابني اللي الحمد لله ما خلفتوش. انجي حبيبتي قولي لي، علي عمل ايه في التراخيص بتاعتنا؟ التراخيص بتاعتكم؟ اه ولا عمل فيها اي حاجه. واطي طول عمره واطي، انا عارفه من زمان انه واطي اوطى من موس على البلاط. واطي خصيلي ده زباله. وما اكتفاش علي بانه يقعدني في البيت، لا ده كمان من جبروته بقى يتحكم في اني اقعد في البيت مع مين. مساء الخير. مساء النور يا علي. طب احنا نستأذن يا انجي بقى علشان يعني هنجيلك وقت تاني.
اه يا حبيبتي بقى اي هاف تو جو بيكوز انا حاسه الجو مكهرب. لا يا جماعه مكهرب ايه؟ مفيش اي كهرباء ولا حاجه. اقعدوا اقعدوا. اطلع برا برا. يلا يا حبيبتي اتطردنا. يلا يلا اتطردنا خلاص. سجارتك معايا خدناها. خير يا علي؟ في حاجة؟ تحب أحضر لك العشاء؟ مين اللي كانوا برا دول يا هانم؟ هما إيه دول اللي مين؟ جيراننا يا علي، أنت نسيتهم ولا إيه حبيبي؟ يعني سلامتك ألف سلامة. أنا قلت لك 100 مرة يا علي وأنت داخل البيت أبقى أقلع النضارة الشمس دي عشان تعرف تشوف. إحنا بالليل يا علي. ما تغيريش الموضوع. مادام هما جيراننا سايبين بيوتهم وقاعدين في بيتي ليه؟ أنا مش قلت مش عايز يبقى ليكي أي علاقة بالجيران؟ يعني ايه يا علي؟ عايز يقطع علاقتي بجيراني من الباب للطاق كده من غير اي سبب؟ انت مش كفايه قعدتني من شغلي كمان عايز يقطع علاقتي بجيراني؟ دي مش عيشه بقى. مالها عيشتك يا مدام؟ قاعده في بيتك معززه مكرمه بتطلبي طلباتك بتجيلك من قبل ما تطلبيها، ولا عايزه تقولي ان انا مقصر في حاجه؟ لا العفو، مش مقصر. واذا كان على ليله امبارح يعني انا مقدره ان انت بتتعب في الشغل واكيد ده واخد من صحتك وعافيتك. انا مش بعترض حاشا لله، لا، انما يعني انا من حقي انا كمان يبقى ليا حياتي. حياتك هي بيتك واولادك يا هانم، مش شغلك ولا جيرانك ولا سبب. وقلت لك قبل كده ان كل دول كلاب وطمعانين فيا وفي مركزي. يا دي مركزك؟ هو احنا خلصنا من اوضاعي دخلنا على مركزي؟ هو مفيش حد مهم غيرك ولا ايه؟ ولا هو تحكيم امر وخلاص؟ انت كمان هتردي عليا؟ ايوه هو تحكيم امر وخلاص. انا جوزك قبل ما اكون راجل مهم في الدوله، وكلامي هيمشي عليكي غصب عنك. وانا ست وعندي كرامه وما اسمحلكش ان انت تقهرني بالشكل ده. انتوا ايه يا اخي؟ ايه الواحد فيكم ما يحسش انه راجل غير لما يقهر الست اللي معاه ويطلع عقده عليها؟ خلاصي انجي، انا لسه ما ضربتش. استني، ايه الاوفر ده؟ كنت عايز اضرب. لا شوفي الراجل اللي لسه الى وقتنا هذا مش حاسس باهميه دور المراه في المجتمع. ده يبقى انسان بدائي، لازم يروح يعيش في كهف، لازم يتعالج. ما هو مش معقول. الحقيني يا رجاء الحقيني. ايوه ايوه ايوه. في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا رجاء؟ ايه يا روحي في ايه؟ الحقني يا صنبور. انا خلاص خلاص مش ممكن مش ممكن اعيش دقيقه واحده بعد كده مع البني ادم ده. طب بس قولي لي حبيبتي، قولي لي ايه اللي حصل يا روحي؟ علي اهو طالع في التلفزيون اهو في برنامج ايه ده؟ هو لحق نقل لك النكد كله على الدش. اه يقدر يعمل اكتر من كده؟ ده مسجل على فكره، هو بقاله نص ساعه جوه بيراضي فيا وعايز يمد ايده عليا. يا خبر يا خبر معقول؟ طب ايه دي يا روح؟ ايه دي يا سمير؟ من فضلك هات لها كاكا عصير. لا انا عايزاها فريش فريش. يا رب يكون بتاع الكاكا فاتح. انت عارفه الضغط على الكاكا اليومين دول، لو ما لقيتش كاكا هجيب لها طنشات افوكادو. مش فاهمين انت تجنن خالص. السلطه غيرته. الايه؟ السلطه السلطه غيرته خالص. وبعدين يضربني انا يا رجاء، يضربني انا يا زموره. معلش حبيبتي معلش، اعذر الراجل، الراجل داخل في حياه جديده وسكه جديده. شوفي هو كان فين وبقى فين، يعني مسؤوليه ومنصب وبرستيج، وبقى يستحمى كل يومين دلوقتي، وغير القميص وغير الشراب ورمى الجزمه القديمه وجاب جزمه جديده. شوف بقى لها قد ايه، يعني ستايل تاني خالص، وحزام جلدي تعبان، ولزق شنب ولا ركب شنب معرفش، فجاه لقيت شنب طلعوا جاله منين يعني. يعني دخل في حياه جديده بالنسبه له. طبعا طبعا. لا اقعدي حبيبتي اقعدي. يعني اصل كمان لازم يعرف ان هي اللي وقفت جنبه. هي اللي سندته لغايه ما بقى كده. ما ينفعش ابدا يمد ايده عليها ازاي يعني. ما هو مش معقول نبقى في القرن الواحد والعشرين ولسه في حد مش مقتنع ان المراه نص المجتمع، ويكون مثلا بيمنع مراته عن الشغل، او مش عارف انه كده بيعطل نص الايدي العامله اللي محتاجاها بلدنا لتحقيق التنميه. لا 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 يا حبيبتي لا لا. سيبيني يا رجاء. سيبيني يا رجاء. يا دي طب ذنبه ايه بس؟ ذنبه ايه يعني يا صبوره؟ انت
مش سامع بيقول ايه؟ انا قصدي التلفزيون ذنبه ايه؟ ايه اما تشوف مين؟ وسع شوي اهو. شكلك علي افندم. يا علي مساء الخير يا طنط رجاء. مساء النور يا علي. قولي الانجي علي بيقول لك هو اسف وعزمك على عشاء عشان يصالحك. ايوه يا علي، بس يعني ما يصحش انك انت تمد ايدك عليه وعايز تضربه. قولي الانجي علي اسف وعزمك على عشاء عشان يصالحك. حاضر انا، بس انا بقول يعني خليها تبات عندي النهارده لغايه ما الامور تهدى، وبكره الصبح ان شاء الله اجيبها لغايه عندك صاغ سليم. اللهم طولك يا روح. قولي الانجي علي اسف وعزمك على عشاء عشان يصالحك. مش هكررها تاني. حاضر حاضر، هقول لها هقول لها. اقول لها ايه بالظبط؟ يا خبي انا جامد قوي. ورغم ان علي خرجني، انما تصرفاته اللي كلها قسوه وجليطه خلتني ابتديت ادعي عليه. وطبعا في موضوع الدعاء ده خصوصا من الزوجه على زوجها، الوضوء بيكون مهم جدا وبيفرق. وبما اني ست طاهره ودايما متوضيه كويس قوي، دعوتي ما كملتش يومين واتحققت. واثبت الجهاز المركزي للمحاسبات ان الجريده الخاصه الكبيره اللي بيديرها علي مموله بتمويل مشبوه من الخارج. وطبعا الرئاسه قررت تستغنى عن خدماته، لكن المشكله لحد هنا ما اتحلتش، لان المثل بيقول جنازه بطار ولا قعده راجل في الدار. حضرتك تاخد الوقت الكافي للسؤال عن هشام، وانا واثق اننا قريب هنقرا الفاتحه باذن الله. اللي فيه الخير يعني ربنا ان شاء الله. مع السلامه. انا مسدونه. مساء الخير يا علي. اهلا اهلا بالست. الحمد لله على السلامه يا ست هانم. فين الاكل؟ انا هقعد طول النهار في البيت من غير اكل. ما عملتلكش حاجه من الثلاجه ليه يا علي؟ وكلت التلاجة فاضية يا ست هانم؟ سايبة التلاجة فاضية؟ لا مش فاضية يا علي، التلاجة فيها بيض. بيض؟ أيوة بيض يا علي. ما عملتش وكلت ليه؟ هتغدى بيض يا إنجي؟ هنعيش حياتنا على البيض يا إنجي؟ احنا طول حياتنا عايشين على البيض، إيه اللي فرق يا علي؟ وبعدين أنا قلت لك إن التلاجة فاضية بقالها أسبوع، وقلت لي أنا هتصرف. وبعدين أنا ما قبضتش، عايزني أعمل إيه؟ انت بتعايريني يا ست هانم؟ بكره هرجع شغلي واوريكوا، بكره كلكوا هتعرفوا الحقيقه. فوق بقى يا علي فوق. حقيقه ايه دي اللي انت منتظرها؟ اقرا شوف الجرايد كاتبه ايه. اتفضل. جابر القرموطي يؤكد تحريات النيابه اثبتت ان جريده بيقول لك تمويلها مشبوه. كذب. توفيق عكاشه للاخبار، جريده بيقول لك وراها تنظيم ماسوني. ما حصلش. أحمد سبايدر، أحمد سبايدر يتوقع تعيين مستشار إعلامي جديد للرياسة، والفنانة صافي نار تعتزل وترتدي الحجاب. كذب. صافي نار لا يمكن ترتدي الحجاب أبدا. فوق بقى يا علي فوق. أنت مستني إيه تاني؟ دي عيشة بقت تطهق. اخلصي اجي تعالي، نفسي أضربك مرة يا شيخ. اتنيل أحمد سبايدر بعني أنا. كذب كذب. Thank you.
علي مالك يا علي؟ انت نمت وانت واقف ولا ايه؟ انت مال وشك قفش كده؟ لا 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 مفيش، ده تلاقيه بس العصب السابع. اه سلامتك يا علي. يا علي خلاص بقى تعالى ننسى اللي فات، وبعدين مراتك برضو اعلامية كبيرة وليها نفوذ، وان كان على البيت يا علي بلاش بيت. صحيح يا انجي، يعني هتقنعيهم يرجعوني منصبي؟ بقولك اعلامية كبيرة يا علي مش ساحرة. وبعدين يا علي يا ريت تنسى خالص موضوع منصبي ده، انا ممكن اقنع المسؤولين ان هم يرجعوك تاني تفتح الجرنان والموقع الالكتروني وكده، يعني يا علي ايه ترجع شغلك القديم. صحيح يا حبيبتي. صحيح يا حبيبي، انا كنت مش ممكن اسيبك في اللي انت فيه ده ابدا يا علي، حالتك صعبه قوي وريحتك طلعت، يعني الناس يا علي بتضرب عن الطعام تضرب عن الشراب، انما تضرب عن الحموم يا علي وانت بتاكل بيض صعب. عندك حق يا انجي، اوعدك اني هبطل بيض ومش هستسلم للياس، وحبهرك وهستحمى. صحيح يا علي هتستحمى؟ مش قلتلك هبهرك؟ يلا انجي خش البسي علشان عزمك على عشا بره. كمان؟ لا ده كتير كتير. وأبهرني علي فعلا بالخروجة وباللي عمله بعد الخروجة. علي ايه ده يا علي؟ قلتلك انا لسه ليا نفوذ، المستشار الاعلامي ده بيسهر على امن البلد، سنتر تجميل غير مرخص جوه شقة في عمارة سكنية. شفتي وساخة أكتر من كده؟ أكتر من كده؟ ما شفتش. حبيبي